اهلا رمضان أهلاً كريم يا شيخ النخوي العربي. يا لو انتم كمان مشاهدي قناه الان خمس مروه بس مو تتحمسوا وتطلعوا لي كل اغراضكم. جاهزه؟ لا انا خايفه. ليكوا في يوم دخلت ضروري نكفي الحلقه. رجعت مخنوقه يعني ثلاث اسابيع حسيتهم كانهم ثلاث ايام. مجد لا باي باي. لا تخافي انت الان في البيت بيتك. البيت بيتك يومياً طيلة الشهر الفضيل.